انطلق مهرجان صيف البحرين في نسخته 11 في خيمة نخول التي أقيمت بجانب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بمدينة الرفاع بحضور معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إضافة إلى حضور عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى المملكة وممثلين لعدد من الجهات الحكومية وتواجد جمع غفير من رواد المهرجان من عائلات وزوار ومهتمين بالنشاط الثقافي. وبمناسبة افتتاح مهرجان صيف البحرين قالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة للعام 11 على التوالي: نواصل صناعة الفرح ونضع وجهة ثقافية مميزة خلال موسم الصيف، نثري من خلالها الأجواء الثقافية في مملكة البحرين ونوفر لجمهورنا فرصة للتعرف على غنى حراكنا الثقافي في هذا الموسم. وأضافت معاليها إلى أن انتقال الخيمة لتستقر بجانب القلعة بالرفاع يعكس إيمان هيئة الثقافة بدور التراث الثقافي والإرث الإنساني الحضاري البحريني في تعزيز اشتغالات وأنشطة الحراك الثقافي. وتوجهت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة بالشكر الجزيل إلى كل داعمي مهرجان البحرين للعام 2019 والمساهمين فيه. ويتزامن مهرجان صيف البحرين هذا العام مع برنامج هيئة الثقافة للاحتفاء بالمنجزات الإنسانية والحضارية لمملكة البحرين بعنوان من يوبيل إلى آخر، ويستمر لمدة شهر كامل حتى 27 من يوليو القادم في خيمة نخول بالرفاع.